أخبار اليوم. بالنسبة لدوري أنا معتز تحت السيطرة. أنا دايما أكرر الكلام إيه ماشي. تامر محسن أنا ما كنتش أعرفه شخصيا قبل تحت السيطرة. أنا شفت شغله، أنا عرفت من شغله، شفته في شغله بدون ذكر أسماء، وشفت مخرج يعني متمكن ومتمرس في الصنعة وفي الرؤية وفي الفن وفي التعبير عن الورق اللي في ايده. فانا كنت يعني عايز اشتغل معاه، وكلمته وباركت له على دون ذكر اسماء، وطلبت منه ان انا اشتغل معاه. ودي يمكن هو قاعد قدامكم، يمكن اول مره انا عملتها في حياتي ان انا طلبت مخرج، بالذات كمان ان احنا ما كناش لسه نعرف بعض، وقلت له انا عايز اشتغل معاك. فلما جت الفرصه في تحت السيطره وكلمني، انا كنت سعيد جدا وتقابلنا لاول مره وعرض عليا الشخصيه، وكنت سعيد بيها جدا. وحبيت جدا رد فعل الناس، ان الناس كانت صعبان عليا معتز، كانت متاثره بان ده حصل لمعتز، مع ان معتز اصلا من اول المسلسل كاداء اخلاقي شخصيه منعدمه الاخلاق وفاقده الانسانيه اساسا، خلاص مدمن في حاله منتهيه نفسيا وبدنيا. فتاثر الناس بمعتز بالرغم من كل اللي عمله، ده في حد ذاته يمكن انجح حاجه بتوصل ليها الدراما، انها تخلق حته التعاطف اللي الانسان محتاجها عشان يتعامل مع الاخر بكل ظروف او بكل الحاله او رغم سوء الحاله اللي هو فيها. فكره التعاطف دي هي اللي خلت تحت السيطره كمسلسل بالرغم من كل الالام والكوارث اللي عرضها، واللي هي زي ما الاستاذ تامر قال حاجه بسيطه او مخففه من القصص الحقيقيه، الا انه نجح انه يعمل في المجتمع بنقول عليه بارادايم شيفت او تغير مفهوم، تغير وجهه نظر المجتمع، النظر المدمن على انه انسان مريض، مش انه هو مجرم بيعاقب المجتمع اكتر ما هو اصلا متعاقب على الحاله اللي هو وصلها. كان دوره مركب شويه، ان هي تخلي يعني في وقت الناس بتكرهه، وقت تاني الناس بتتعاطف معاها، ناس بتحبها، فكان خلال ال 30 حلقه كان شويه بتجي لي رسائل كره، وبعدين يبتدي يجي لي رسائل تعاطف، وبعد كده رسائل حب. فكان بالنسبه لي حاجه حلوه ان الاقي ان الجمهور بيصدقني في كل مرحله من مراحل السنه. من الكومنتات الكتير اللي جت من مدمنين متعافين، شكرا ان انتم خليتونا نمشي واقفين بس. لاول مره في المجتمع الناس بقت حاسه بينا، وبدات تفهم ان الادمان ده غلط، ان دايما التعامل مع الادمان ان المدمن كانسان مهاش او ارتكاب او انسان فاسد، لكن عمرنا ما بنبص له من الناحيه العلميه او من الناحيه الطبيه. فمن الحاجات اللي تبعوا فكره من تاثير بقى الاتجاه بتاع مسلسل تحت السيطره، ان احنا بقينا بنتعامل مع قضيه الادمان مش سهله، لما تبقى فيها ريسبكت والعتاب. يعني شهاده الاستاذ كامل محسن توصيه له الحقيقه، ان هو اول مره قعد اتكلم فيها عن المعصام وينصحني بيه او غلط فيه، قال لي اهم حاجه احنا مش عايزين نعمل كليشيه او ستيريو تايب او الحاجات اللي بيصفوها اللي بتعرف عليها هي الديلر، فعم كده وتتكلم مش عارف. قال لي لا مش عايزين نعمل كده خالص، هي بني ادم احيانا انا بحس ان هي تجربه وساعات تبع مش حاطط في ظروف غصب عنها، فعايزينها تبقى بني ادم لحم ودم مش فاكر يعني. فهو ده اللي انا يعني عملته، الحمد لله اني وصل له انه جدعانه ولا كده،